Nesu ljudi Allahu an, prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Ko prouči jedan harf iz Allahove knjige, imat će za to sevap, a nagrada može biti desetorostruka. Ja ne kažem da je elif lam mim jedan harf, nego je i elif jedan harf, lam zaseban harf i mim također zaseban harf. Hodžić Aziz iz Doboj Istoka. Rođen je 25.8.1999. godine u Doboj Istoku i učenik je prvog razreda. Takmiči se u kategoriji tilavet. Molimo sljedeću takmičarku, Bureić Fatimu, da se pripremi. Ponovo Prvačić, čestitamo prvačima još jednom što se usudili da učestvuju u našem takmičenju. Kartica broj 18, sura Sebe, od 1. do 4. ajeta, Estaizu billah, elhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawat. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما ينزل من السماء وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب قل بلى وربي ربي دقي وكال قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب منيب ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين سبو مومنت izvini zatvori Kur'an. Malo prije smo to rekli stilaveta da ne bi sumnju doveli. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة
فيها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم صدق الله العظيم Fatima Purejić iz Magleja. Rođena je 24.7.1999. godine u Zenici i učenica je prvog razreda. Takmiči se u kategoriji tilaveta. Molimo sljedećeg takmičara Škud Omera da se pripremi. Još jedan prvačić, jel? Kartica broj 15, sura Lukman od 20. do 24. ajeta Elem darav enna Allahe sahara lekum. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Elem darav enna Allahe sahara lekum. السماوات وما في الأرض وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان
أقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم.